بكده نبدأ أول أخبارنا ونبدأ أخبار النادي الأهلي. أول خبر الأهلي بيواجه الشمس بدور الـ 32 في بطولة كأس مصر النهارده دلوقتي الساعة 6 المباراة بتتلعب في نادي الشمس بمصر الجديدة. الأهلي بيواجه الشمس. الشوط الأول خلص 17-12 للأهلي ولسه مكملين مع حضراتكم، هنتابع نتيجة الماتشات لأن في ماتشات النهارده بتتلعب في الوقت ده حالا على إذا كانت سلة أو طايرة أو يد هنتابعها كلها. الأهلي وحامل لقب البطولة اللي فاتت، آخر بطولة كان الأهلي وحامل لقب لما كسب نادي طلائع الجيش، والأهلي في آخر مرحلة في الدوري المصري كان كسب الأولمبي وكسب سموحة، والدوري لسه مستمر، لسه قدامنا 5 ماتشات. نتمنى إن فريق الأهلي بإذن الله يواكب هذه الأمور ويلحق في المرحلة الجاية، المباريات مهمة، وإذا كان الدوري زي ما الناس بتقول انتهى، لسه بقول الدوري ما انتهاش، الدوري ينتهي مع صفارة الحكم الأخيرة. هنستمر مع كرة اليد ونروح لسيدات اليد وموعد جديد ومباراة أخرى مع نادي الزمالك غدا بإذن الله في دوري كرة اليد. نادي الأهلي ماشي ما شاء الله عليه في الدوري، الأمور ماشية على ما يرام، خسر كأس مصر اتكلمنا عليه، لكن الأهم إن البنات عندنا يكونوا عند حسن ظن الجميع دلوقتي، خلاص الموضوع اللي فات عدى، لكن بإذن الله بكرة في مباراة مهمة مع نادي الزمالك، المباراة هتلعب على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، كل الفرقة جاهزة ما عدا كابتن ياسمين عبد الرحيم عندها إصابة، وكمان يارا شحاتة لسه ما رجعتش من إصابة الرباط الصليبي، نتمنى من الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لكرة اليد السيدات إن يقدر يستعيد الأمور، وبإذن الله تمشي الأمور أحسن لأن لسه في بطولتين لكرة اليد إذا كانت منطقة القاهرة أو الدوري العادي. هنسيب اليد وهنروح لكرة السلة، والأهلي بيهزم نادي مصر للتأمين في دوري كرة السلة المرحلة الترتيبية لدوري السوبر. الأهلي بيهزم مصر للتأمين بنتيجة 76-54. المباراة اتلعبت امبارح على صالة الشرقية للدخان، أكيد كلنا عارفين إن احنا بنلعب على صالة الشرقية للدخان عشان في إصلاحات كثيرة داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل. الأهلي احتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري، واللي جه في المركز الأول بعد ما فاز على نادي الجزيرة 80-71. اتحاد السلة نزل مواعيد الدور الثمانية، الماتشات اللي هي بعد دوري المرحلة النهائية في دوري السوبر. الأهلي هيلاعب مصر للتأمين مباريات مهمة، هتلعب المباريات من خمس مباريات، اللي يكسب 3 مباريات يخلص يوصل للمرحلة اللي بعديها هي دور 8-4 فاينل. بيلعبوا 5 مباريات، اللي بيكسب 3 مباريات منهم أو بيوصل رقم 3 الأول هو اللي بيفوز بالنتيجة وبيعدي للمرحلة اللي بعديها. المواجهات الماتشات هتبدأ إن شاء الله بإذن الله من أيام 19 21 24 26 فبراير ويوم 1 مارس، دي كده ال5 أيام أعلنوهم رسميا. الاتحاد السكندري هيقابل طلائع الجيش والأهلي مصر للتأمين والجزيرة سموحة ونادي سبورتنج ونادي الزمالك. زي ما شايفين قدامنا الجدول الترتيب النهائي، الاتحاد في المركز الاول عدد مباريات 14 فاز في 12 وهزم في مباريتين، والنادي الاهلي بيجلس في المركز الثاني لعب 14 مباراه فاز في 11 وخسر 3 مباريات، الجزيره الثالث وسبورتنج الرابع وخامس نادي الزمالك والسادس سموحه والسابع مصر التامين و8 طلائع الجيش. نروح نسيب كرة السلة رجال ونروح لكرة السلة سيدات. كرة السلة سيدات عندها مباراة مع نادي هليوبس في منطقة القاهرة. أكيد كل الناس زعلانة برضو من كرة السلة سيدات، لكن مفيش مشكلة، خسارة ومكسب، ده النادي الأهلي على طول بنخش منافسات كتيرة وعلى طول عندنا ماتشات. فالأهلي بيهزم نادي هليوبس 67-56 بقيادة الكابتن علي هاشم. مباراة لعبت امبارح على صالة الشهداء نادي الاهلي، والاهلي ان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه يكون مستعيد مستواه، عنده بطولتين، بطوله منطقه القاهره ودوري السوبر، لكن دوري السوبر مباريات مهمه جدا معانا الجزيره وسبورتنج وسموحه، مباريات مهمه جدا في دوري السوبر. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يستعيد بريقه مره اخرى في كره السله سيدات. نكمل مع كره السله سيدات، والاهلي بيتعاقد مع الانجوليه ايتالي لوكاس. الانجوليه وصلت هيتعاقد معاها خلاص، حاجة مهمة جدا، إضافة قوية جدا للنادي الأهلي، لأن الأهلي برضه بيوجه الشكر لشاكيلا نان. شاكيلا نان الأمريكية اللي كانت محترفة
حصل لها اصابه هتقعد مده شويه، فما ينفعش داخلين على مراحل مهمه في الدوري السوبر. فالاهلي تعاقد معاها، عندها 31 سنه، كسبان، عندها سي في قويه جدا جدا ما شاء الله، كسبت تحت حققت بطوله العالم مرتين مع المنتخب الامريكي قبل ما تتحول للمنتخب الانجولي، وتفوز معاه بثلاث بطولات افريقيه.